فهذه الدوري العماني للغولف هي فريدة من نوعها، أول حدث من نوعها في عمان. الفكرة كانت نجيب رجال الأعمال عبر 5 دورات، هذه يعطيهم 5 شهور على أساس أنهم يعني يلعبوا ويتعارفوا، ويجيب رجال الأعمال اللي يلعبوا غولف في هذه الدوري. والله الحمد لله الإقبال بدأ يزيد. هي لعبة ناس ما يفهموها، بس هي لعبة جيدة لأي عمر، لأن هي يعني ما تحتاج يعني عضلات وهذا، بس تحتاج التكنيك، يعني الطريقة ضرب الكرة. فالحمد لله هذه الدوري جديد، بس على أساس أن نجيب رجال الأعمال ونزيد الإقبالية في لعبة الجولف. والله وجودي فخر لي أن أكون من المدعوين ومن ضمن اللاعبين اللي هم اختاروا يوروب كار، أكون من ضمن اللاعبين، وهذا فخر لي أمثل فريق يوروب كار، وهم أكون عماني في الفريق.